الله أكبر. هؤلاء المصلون يتجهون صوب أقدم جامع شيد منذ 10 قرون من الزمن لأداء صلاة التراويح، مسجد القصبة العتيق ابن خلدون، وعيد افتتاحه بعد أن أغلق سنة 1833 من طرف الاستثمار الفرنسي. جمعية ما شاء الله ما شاء الله كتراث تاريخ نزل نتحسوا باللي نقلا نقلا دي سيك عزفير ناكتيني سيت اون بوتيت موسكي افيك اون تري غون ديستوار. هذا الفحل نبقى انا مي قاعد يلدي وسند المصلين بمناسبه صلاه التراويح، ان شاء الله غادي نغدي وين الخير يثمر في النار. هذا المسجد ليواصل رسالته المسجديه ويواصل الصلوات ويواصل إن شاء الله أن يكون معهدا إسلاميا كما كان عليه من قبل. أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طمأنينة وخشوع، تدبر وتلاوات هادئة تسر أفئدة المصلين، تسحبهم في رحلة إيمانية مفعمة بالسكينة والوقار. الزائر لهذا المسجد راح بالتأكيد راح يتأثر بالطابع التاريخي وبالطابع العمراني الفريد لهذا المسجد. قمنا بالافتتاح تاعو بعد إجراءات يعني التراخيص من طرف وزارة الشؤون الدينية ووزارة الثقافة، وعطونا يعني الترخيص لفتح هذا المسجد. ويكون في العلم الجميع هذا المسجد يعني بني يعني أكثر من 10 قرون. الحمد لله أن هذا إضافة لولاية بجاية كالصرخ من يعني المساجد الموجودة على مستوى ولاية بجاية. هو مكسب تاريخي لأنه يقص جزءا من تاريخ هذه المنطقة، ويقص ويحمل جزءا من تاريخ الجزائر ككل. واليوم رانا احنا في السياحة الدينية، وهذا راح يخلي الزوار اللي جو حتى الناس اللي تجي راح تصلي يعني في المسجد حتى تتعرف على المكان. هي منارة دينية صامدة في وجه التاريخ، منارة تعكس أناقة تصميم هندسي وطراز عمراني متفاعل مع ثنائيات الماضي والحاضر، لتظل أبوابها مفتوحة اليوم لأداء الصلوات الخمس بالإضافة إلى الجمعة وصلاة التراويح.